السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، تحياتي لكم. يوم من السوق ثلاثة والماس، اليوم معكم والماس نيوز، يوم 22/10/2024. اليوم غنديرو جولة عاوتاني في السويقة، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والأحباب كيسولو علينا ولا كيخليو التعارف. تحياتي لكم، الله يحفظكم الله يكبر بكم. الناس اللي كي من عشاق السوق ثلاثاء والماس، الناس اللي كيحبوا يتفرجوا حتى الاخر، شكرا لكم، الله يحفظكم الله يكبر بكم، جزاكم الله خيرا. اليوم اخوتي غندخلوا ونديروا جوله، ومازال غندير لكم حتى فيديو ان شاء الله على اثمنه ديال الزرع ديال الفرينه والشعير والخرطان، حتى هو كذلك غندير فيديو مخصص بوحدو ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا سميتو، خليكم معنا، شكرا لكم والله يحفظكم. والناس اللي كيدعمونا والتشجيعات ديالكم جزاكم الله خيرا، الله يسهل عليكم اخوتي. هذا هو الباب ديال السوق والماس اخوتي، شحال من صلاة خويا؟ وغادي اللفت البيضة؟ هذا هو
شلطه اخويا هل مطيشة؟ مطيشة وخيزو؟ شحال تنجال اخويا؟ تنجال السلام عليكم. هذا الزبان. ها؟ شحال القرعة اخويا؟ شحال القرعة؟ يا دريال شحال الليمون اخويا؟ شحال الرمان اخويا؟ هيا يا ولا افتح اول
كما كتشوفوا اخوتي سوق ثلاث ورماس هو كتشوف جو رائع اخوتي ما شاء الله تبارك الرحمن هانتوما الشوايا اخوتي ديال الدجاج الدجاج اليوم راه داير 440 فهادو صحاب الرياشة السوق ثلاث ونماس